عملية التصويت. بس ده حضرتك من وجهة نظر الناس المرشحة نفسها، إنما أيوة. أنا كواحد داخل اللجنة عشان أختار من القائمة أو أختار من الفردي، أو يعني المشكلة متهيألي مش في يعني المشكلة في الفردي، إن أنا يبقى عندي أسامي كتيرة جدا تمام. وممكن أكون مش عارفهم، ممكن أكون مش يعني مش مستوعبهم، اتجاه ده أيوة. إيه أو اتجاه ده إيه أو هي دي حضرتك يعني كان برضو بعض دي يعني مأخذ من المآخذ اللي تم يعني كان بيشكو منها الكثير من الناخبين أو من الجمهور عموما. ليه؟ لأن فترة الترشح كانت فترة قصيرة جدا، نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه عملية فتح الدوائر، يعني النهاردة كان بتبقى مثلا دايرة الساحل، فبتبقى مساحة كانت دايرة من عشرات السنين، نعم وهذه الدائرة قائمة بمفردها بينزل منها اتنين مرشح عامل وفئات، او مثلا اتنين عمال، تمام واخد بال حضرتك، بيبقى الدائرة لها مقعدين. النهارده مع القانون الجديد، قانون مجلس الشعب، تم فتح الدوائر، فالدائرة الواحدة اصبحت تضم 6 دوائر واربع دوائر، يعني محافظة زي محافظة المنوفية اصبحت دائرتين، اللي كان فيها اكتر من 10 دوائر اصبحت دائرتين اتنين فقط، يعني المحافظه اتقسمت نصين نعم بقت دائرتين، نعم نعم فيها نظام، فيها القائمه وفيها المقاعد الفرديه. فالنهارده الناخب معذور، يعني انا مثلا قاعد في دايره فيها شبرا والساحل ورود الفرج، كل دي كل قسم من دول كان دايره قائمه بذاتها، نعم فوده يعني دي فيها ملايين من الناخبين. اما يجي حضرتك ناخب يقول طب انا هنتخب مين، ده في حوالي 60 واحد مترشحين، فدي مشكلة. ليه؟ لأن مفيش اتصال مباشر بين الناخب وبين المرشح، ما شافش أي أفكاره، ما شافش ليه أعمال أو مواقف في الدائرة اللي هو فيها. طيب لكن ده ويمكن دي أحد الأسباب هتقدم لنا برلمان مختلف تماما. طيب استاذ محمد، اخيرا لان وقت الفقره بتاعي خلص النهارده، يعني يعني المصريين اللي في الخارج، انا ذكرت العدد انه 355 ونص الف ايوه مصري قدموا استمارات. تمام. احنا كام واحد مصري بره؟ مش 8 مليون بيقولوا؟ احنا عندنا 8 مليون، لكن برضو حضرتك نظرا لضيق الوقت ومفاجأة يعني القرار، قرار المرسوم، المرسوم العسكري اللي طلع علشان يعطي الحق للمصريين في الخارج ان هم يشاركوا في العملية الانتخابية، طلع متأخر جدا جدا جدا. نعم فما احنا عندنا اكثر من 8 مليون مواطن مصري في الخارج، الغالبية العظمى منهم مش مسجلين أسمائهم في السفارات المصرية اللي هم نعم مقيمين في الدول اللي هي موجودة فيها. فالعدد اللي سيادتك ذكرته دول المصريين اللي استطاعوا ان هم يسجلوا بالظبط أسمائهم، بالظبط. فبالتالي أصبح لهم حق التصويت، وده عدد ضئيل جدا جدا. هل ده مش ممكن يعرض الانتخابات للبطلان؟ لا، هو شوف هقول لحضرتك حاجة، احنا طبعا يعني احنا في مصر تحديدا يمكن من الدول الوحيدة في العالم اللي بتشرف اشراف قضائي كامل على الانتخابات من بدء عملية الترشيح حتى اعلان النتائج. تمام لكن القرار برضو ادى الحق للسادة السفراء والقناصل الموجودين في الخارج، نعم واحنا بنثق فيهم تماما طبعا، ناس على درجة عالية جدا من الاخلاق ومن تمام الكفاءة، تمام ان هم يشرفوا على هذه العملية ويتم ارسال نتائج الفرز الى وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه بتقوم بنقل هذه النتائج، كل دايره بتنقلها بالكامل الى اللجنه العامه، واللجنه العامه بتوزع كل اصوات الى الدايره اللي موجود فيها الشخص المقيم في الخارج. الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم الأستاذ محمد الشماع، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وخلينا أقول لك كل سنة وأنت طيب كل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير إن شاء وفي الله. تقدم باذن الله. الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم الأستاذ محمد الشماع، شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا يا فندم. مشاهدي نهارك سعيد، كاميرا نهارك سعيد نزلت امبارح في مدرسة القومية المشتركة في الزمالك وتابعت ايه اللي بيحصل في الانتخابات. لو قاعد في البيت وخايف انك تقف في طابور طويل، برضو انزل لان لحظات كتابة تاريخ مصر ما بين ايديك.
سلبيا اللجنه دي فيها 10,000 منتخب، وطبعا الدنيا زحمه جدا وبنحاول نوقف الناس وصعبه جدا. الايجابي ان كل الناس نزلت بصراحه، يعني كل الناس نزلت وعندها امل، وعندي امل كبير انها ما تزورش. الوجه اللي احنا شايفينه النهارده ده وجه حضاري جدا، واحنا شايفين كل الاطراف في المجتمع المصري، واحنا بنشكر القوات المسلحه فعلا قايمين بدور هايل جدا. وبس في مشكله طبعا في ان الاعداد كتيره جدا، يعني المدرسه صغيره والاعداد كتيره. انا جاي مع بناتي النهارده بنتين عشان ينتخبوا، والاعداد كتيره، يعني مش 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 المدرسه مش مستوعبه. وبنشكر الشعب المصري على الوجه الحضاري ده، وده بيشرف صورتنا في جميع انحاء العالم. يعني اهل المنطقه نفسهم كانوا منظمين المكان كويس، ويعني عاملين مجهود جامد عشان يساعدوا الناس انها تخش بسرعه والموضوع يخلص بسرعه ومن غير مشاكل. يعني كل الناس واخد بال حضرتك ماشي بموضوع الانتخابات، يعني انا برضو زي الاول، برضو انا حاسس ان هو الانتخابات دي زي الاول. انا دخلت في الانتخابات في عند كليه التربيه الرياضيه بنات، كانت منظمه ومنتظمه احسن من هنا بكتير. اوكي، بس هنا في مشكله، الاستمارات مش مختومه، ده نمره واحد. نمره اتنين سمعنا، يعني انا مش متاكد من المعلومه دي لغايه ما اشوفها قدامي، سمعنا انه بيقول لك في ورق 100 علم وبيقول لك خد حط. فدي احنا برضه عايزين نتاكد منها، لو مصدر واحد او اثنين او ثلاثه هنبلغ بيها، لان دي ما تنفعش. دي مصلحه مين؟ احنا عايزين بلدنا تقف على رجليها بانتخابات نزيهه وشفافه.